تحرش شنو يعني؟ إيش معناها تحرش يعني؟ هنا نركبوا في طول حياتنا في الكيرا نركبوا من عهد الكار الصفراء اللي كانت يعني تجي ما 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 الناس فوق بعضها، ماهيش تحرش، احنا ناقصين معناها في النقل ونزيدوا نفصلوا النساء على الرجال يعني. يعني هذا التطور وهذه قيمة المرأة إنه نعزلها وحدها والرجل نعزلوه وحده، نزيدوا نعنوا مدارس للبنات ومدارس للرجال ثم في الدول هكا يعني، يعني تتوخر ولا تقدم يعني. هذا تصريح، هذا صلح المجتمع، صلح النظام التربوي اللي راه أنا بائس جدا جدا جدا. فما خبر سمعناه اليوم اللي في سوسة عملوا كار للبنات وحدهم والولاد وحدهم، شنو رأيك في الموضوع؟ النقل في تونس، خلينا نبدأ بالنقل في تونس، على ساقيك بتسلك، في الكار متسلك، في المترو متسلك، عندك كهرباء متسلك، قول لي كيفاش؟ كيفاش؟ كان على ساقيك معرض للبركاج، معرض للطبع، معرض للمطر، معرض للزحمة، كان في نقل العمومي يجري وراء الكيران وذراعك يعلف، كان في المترو ساعة يجي وساعتين ما يجيش، كان في كرهبتك هاك الدور هاك الدور هاك الدور هاك الدور باش تلقى باركينج. توا احنا عندنا وسائل نقل اللي نعملوا للنساء وحدهم ورجال وحدهم، توا هذايا مش تمييز، هذايا يعتبر تمييز. نورمال انه احنا ناقصين معناها في النقل ونزيدوا نفصلوا النساء على الرجال يعني. يعني هذايا التطور وهذه قيمة المرأة انه نعزلها وحدها والرجل نعزلوه وحدهم، نزيدوا نعنوا مدارس للبنات ومدارس للرجال. السعودية والخليج والعالم كله قاعد يتطور واحنا تركسيون اريير، ميجيش هكا معناها بصراحة. خبر صعق، خبر يعني ما فيه ما يفيد لتونس وما فيه ما فيه ما يفيد للمجتمع التونسي. بالعكس احنا مجتمع صغير، مجتمع متطور، مجتمع مثقف، لازم الانصهار يعني نساء ورجال باش تخدموا المجتمع، علاش التفرقة يعني؟ يقولوا في وسائل النقل فما ياسر تحرش، النساء تتقلق، هذاك علاش افترضوا باش يقسموا هكا؟ سيرتو ايتيديونيت راهو هذا مقراية. باش نحكيوا على التحرش، التحرش راهو شوف راهو عنده يعني هو موروث عرفي وموروث اخلاقي وموروث اجتماعي وموروث عقائدي وموضوع وموروث ديني. معناها ما نجموش نصلحوا التحرش واحنا ما عندناش مصالحه مع الجسد، ما عندناش مصالحه في بعضنا، ما عندناش مصالحه مع اخواتنا مع امهاتنا مع زميلاتنا، ما عندناش مصالحه مع التحضر ومع الثقافه ومع التربيه يعني النظام التربوي، النظام التربوي تعب جدا عندنا. هذاك علاش احنا ما نطوروش. انت حليت المشكله هكا يعني؟ لا ما حليتش المشكله، انت زدت عقدت المشكله. يهبطوا من الكار مش يتقابلوا في الليسي يعني، مخليهم صغار يتقابلوا، خليهم كبار يتقابلوا وخليهم يغلطوا، واحنا تو نصلحوا، صلحوا النظام التربوي، صلحوا النظام التربوي تو البلاد تتصلح. اما بالنسبه للنقل، النقل بصراحه في تونس كارثه. انا تو درت كرهبتي نهبط، نحب نهبط نهار الاحد بار اكزومبل، والله نهبط انا نجي من سوسه باش نعمل دور، نحب العاصمه جدا، عندي عاطفه للعاصمه كبيره. ندور تو اليوم حطيتها في باركينغ وفق بي جديد نتاع افريقيا، كاين معناها حل الصباح. اما نورمالمون ما تلقاش وين تحط كرهبتك، اش من نقل، تعب جدا النقل. معناها انت ضد اللي البنات وحدهم والولاد وحدهم، ماكش مع الموضوع؟ انا ضد الموضوع هذا راديكالمون، معناها مستحيل باش يصلح قضيه من قضايا المجتمع التونسي. احنا من شنو تحرش شنو يعني؟ اش معناها تحرش يعني؟ هنا نركبوا في طول حياتنا في الكيرا نركبوا من عهد الكار الصفراء اللي كانت يعني تجي ما الناس فوق بعضها، ثماش تحرش يعني؟ ولو ثم حالات شاذة، اما انت تنجم تعمل حل، انت توفر معناها مزيد من وسائل النقل باش تركب النساء وحدهم ورجال وحدهم. لا مستحيل، ماهوش حل هذايا، وهذايا حاجات يعني فوضوية وحاجات متخلفة ما عادش موجودة في العالم الكل. نظم، وفر اسطول للمجتمع التونسي، خليه يتنقل وهو مرتاح، مش يوصل للخدمه نتاعو بعد 3 أو 4 سوايع مستهلك، وتحب المجتمع التونسي ينتج. وفر له، سامحني توا نسى ياخذ ترونسبور، يسمعوا السبين، يشوفوا السرقه، يشوفوا كذا، ما يساعدش زيده، فمش احترام. صحيح، هذايا كيفاش نصلحوه؟ نصلحوه بالكيران ولا نصلحوه بالنظام التربوي؟ نصلحوه بالنظام التربوي ونحيوه من التفاوت الطبقي.
ونصلحوا برشا حاجات في مجتمعنا. ما نصلحوهاش هكاك، ما تصلحش، هذا تسمى ترقية، هذا ما يصلحش. صلح النظام التربوي يطلع جيل نظيف، ما يصيرش نصبروا احنا 20 سنة معاكم. لكن طلع لنا جيل نظيف، طلع لنا يعني جيل متربي، طلع لنا جيل متحضر، طلع لنا جيل متصالح مع بلاده، متصالح من المجتمع، متصالح مع امهاته ومع اخواته ومع زميلاته. طلع لنا مجتمع نظيف بالنظام التربوي، مش بالفصل العنصري كما كان سمينا فصل عنصري، والله لانه المراه محتاجه للرجل والرجل محتاج الى المراه، محتاج انه يتصالح مع جسد المراه، يشوف المراه مش معجزه عنده المراه، تزيد تفصل عليها يعني نو ماهوش حل هذايا. معناها انت تشوفوا زايد الموضوع هذا ما ربحوش. شوف انا هذه فوضى، فوضى عارمه ومش زيدنا اكثر فوضى يعني. وماكش مش نجم انت توفر يعني نقل النساء ونقل الرجال، ما عادش هذايا ما ثماش، ثما في الدول هكا يعني، يعني انت توخر ولا تقدم يعني. هذا تصريح، هذا صلح المجتمع، صلح النظام التربوي اللي راه انا بائس جدا جدا جدا.